des devoirs à respecter. Et selon le fameux arrêt de Merci de 1936, émanant de la Cour française, la Cour de cassation française, qui a été repris par la Cour d'appel le 29 janvier 1946 de Rabat, selon ce fameux arrêt, le médecin doit prodiguer des soins, non pas quelconque, mais consciencieux, attentif, science, conscience et confiance. Pour les devoirs de la science, le médecin, selon l'article de Baraoullah, et la formation continue de Baraoullah, هذا الذي هو واجب أخلاقي وأصبح الآن واجب. هذا الشيء هذا المحكمة بالنقد للمجتمع والانحراف في خلاصة التعريف. اجتهدت في واحد التعريف، انحراف الطبيب عن السلوك العادي لطبيب يقيني متوسطي الفطنة والذكاء الموجود في نفس الظروف الخارجية التي كان فيها الطبيب موضوع المساءلة. والمعيار هنا معيار موضوعي لا شخصي، ما كنشوفوش الشخص وانما كنشوفو ما يسمى في القانون المدني برب الاسره العاقله. هذا الشيء ديال محكمه النقد عام 1795 صادر في تاريخ 20 ابريل 2010، لكن اخطاء الاطباء في المستخ البشري، اخطاء الاطباء في زراعه الاعضاء وفي الانسجه البشريه، اخطاء الاطباء في الادوات والاجهزه، وأخطأ الأطباء في انتقال العدوى أيضاً. فانتقال العدوى مباشرة يسأل الطبيب، يعاقب الطبيب، مكلف بالتعويض دون الإثبات من جانب المريض. إذا وهذه الأخطاء الطبية نتيجتها أنها خففت من المريض إثبات، يعني لا يلزم أن المريض بالإثبات، فقط مباشرة يعوض. صدرت إشادات قضائية في الميدان خصوصا الفرنسية والمغربية والمصرية، عندما نعود الموضوع سوف ممكن تكون بين يديكم أكثر وفهم استيعاب لأن قد لا يظلم لا الطبيب ولا المريض، ويكون في محاكم ومعاناة بين المريض والطبيب. نعم. إذا لأنه لا مناص، ولأنه لا مناص من الفصل والقضاء في هموم المرضى والأطباء، ولأن القاضي ليس نبي ولا رسول، فهو بالفعل إنسان مشاهد مسؤول، لكنه تتطلب عقبات كثيرة، خصوصا إثبات الخطأ الطبي الفني الدقيق ليس سهلا على القاضي. هناك عوامل كثيرة تقف أمام القاضي وهو يبث في ملف، وإكراهات كبيرة جدا، فمن أصعب القضايا بشجن هو موضوع في حق الشجون. علاش؟ فهذه الملاحظات أثيرت، خاصة أننا نناقش خطأ القاضي المدني، أقول المدني وليس لأن المسؤولية كتفرع إلى مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية ومسؤولية تأديبية وكذلك مسؤولية إدارية تتكلم عن مسؤولية ديال المنطق العام. فكيف يعقل طبيعة الحال، وأنا أقولها بكل صراحة، أن الحاكم خطأ يمكن أن يحدث بفعل اجتهاد بحكم كذلك الحماسة، أننا نخضعوا في المساءلة نخضعوا القواعد العامة، ونتحدث بطبيعة الحال عن الفصول 77 و80 وكذلك الفصل 164 ديال قانون الجزاءات والعقوبات. يقال بطبيعة الحال بأن مسيرة الألف ميل تبدأ باختيار حذاء جيد، فأعطيني نصا قانونيا جيدا أعطيك حكما قضائيا، ما غاديش نقول فقط عنوان الحقيقة، ولكن يعني يمكن يوصل أو يقرب إلى الحقيقة. فنحن نعلم كما تعلمون بأن وظيفة القاضي هي قول القانون سيدي المروى، بمعنى قد يكون مثلا عندنا الطبيب كيدير هذاك المريض،
اتحالها في المغربية، يعني قد أحياناً قد لا يقوم بملف كل شيء، وهنا طبعا الحال قد يعني نقدر نمشي نقول بصراحة نمشي خطأ قراري، يعني ممكن أن أخطأ رأيي تجي من أن الملفات ما كتكون شيء طبعا الحال يعني ما فيهاش مشي. كنشكر الدكتور بن حوس وكنعتبره فقهي قاضي فقيه قانوني، ونطلب استعارته الى مجال القضاء والبحث القانوني من هيئه الاطباء اذا سمحت الله. فالعلاقه ما بين الاطباء والقضاة هي علاقه جدليه، رغم ان هذه العلاقه الجدليه هي غريبه نوعا ما. فالقاضي يلجا الى الطبيب الذي يعتبر بلسما للجرح، يعتبر ملاكا للرحمه ليشفي ويرجع له الحياه والنمو الانساني في ذاته، في حين ان لجوء الطبيب الى القاضي يكون في محاكمه، وهذا للاسف نحن تحت سلطه القانون وبطاقه القانون، ولا نحاكم الطبيب ولا في محاكم الخطا. الطبيب ملزم بالتقييد في الهيئة الوطنية، ولا ما كانش أجور دو سيكوليزاسيون إلي إكزيست لا ميديسين إيليغال، ما بين حد ذاتها كتحيد لك الملف كيولي كيتحاكم محاكمة أخرى. كيتحاكم لأن أول حاجة واش أنت مسجل في الهيئة الوطنية؟ أعطينا بأنه أجور. أجور كيما كنعطيك أنتم عارفينها. خلصت. أنتم عارفينها. أنا مخلص في الإكزيست ديالي أجور، لأن الإكزيست عارفها. وهذه كنت مشتاق من هذه الحدثة تقفل، لأن أنا قلت علاش؟ لأن الطبيب عادة 99% من الأطباء اللي كيكون أجور كوزاسيون كيكون منضبط، كيكون منضبط عارفين مزيان، يعني وكاين ماشي نقول لك أن الطبيب اللي ما خلصش ماشي منضبط، ولكن في بعض الأحيان كيوقعوا بعض التعارضات، كيوقعوا كنقول شوفوا حنا لأن أشنو ولد؟ القضاء العادي كيولد على الطبيب كيولد على الطمأنينه، وديك الطمأنينه كتخلي كيخدموا في اريحيه كبيره. المداخله ستكون كشبه تعقيب او كوصف لما سبق ادراجه، او لا يمكن ان نزيد ازيد على ما سبق تفصيله سواء من طرف الدكتور البروفيسور الحوص الذي شخصيا ابهرني بمدى كفاءته وتضلعه في قواعد القانون المدني فيما يتعلق بالمسؤوليه التقصيريه، وكما فصلها كانه يفصل ذلك باللغه الاجنبيه يعني اللغه الفرنسيه، كانه قاضي يتكلم في اللغه الفرنسيه. اما الزميل الدفاع حسن الروش فقد افاد كذلك في متحفنا الأحكام القضائية السابقة والتقصيرية لهذا موضوعنا لمسؤولية التقصيرية أو المسؤولية المدنية للطبيب عفوا. ظهرني كذلك مداخلة الزميلة ركيع وما تخلل عرضها من سجع موصول بأدبيات أثرت فيها شخصيا وأثرت واضطلعت أن تولر بهذا الأسلوب الذي يتسم بالسجن، استطاعت ان تبلغ رسالتها للحاضرين جميعا. اقتصر واقول ان المسؤوليه العقديه التي عفوا امبول وسكتيرال اقول بان المسؤوليه العقديه كما استفاد الاخوان ان الطبيب عندما يتعاقد مع شخص خاصه ما يتعلق في المجال التجميل او مجال تخصيص الاسنان او مجالات خاصه جدا يكون الطبيب مسؤولا على تحقيق النتيجه. واقول ان رغم ذلك فمعامله هذا الطبيب في اطار مسؤوليته العقديه لا يمكن ولا يجب ان نعامله كغيره من العقود الاخرى المدنيه كمسؤوليه الناقل مثلا. عندما تكون هناك مشكله بمسؤوليه الناقل لا يمكن ان اعتبر مسؤوليه ان نسوي بين مسؤولية الناقل مع مسؤولية الطبيب. فالطبيب هنا يعمل في مجال مليل، مجال اشراق مقدس، وهو جسد الانسان الذي الله سبحانه الذي
كونه وجعله أن يكون في هذه البسيطة على هذه الشكل الذي هو فيها.